السلام عليكم. اللوطو كيطيح لك اون بان غادي تشوف كاش ميكانيسيان، عيا انت تروح تكاري عندك ميكانيسيان هكا وتجي داخل تلقى الغاشي قارع، والناس بكرت جايه على 8 جايه على 7 انت جايه على 10، عيا تدخل كيما هكا تقول السلام عليكم وتجي داخل تحوس على الميكانيسيان باش تقول له بلي راني هنا، انا هنا راني قارع توتي زعما تحكي له المشكل اللي عندك، عيا تقعد تحوس عليه تلقاه لاهي تلقاه داخل تحت اللوطو ولا يخدم هكا لوكاسيون ما تلقاهاش باش تقول له بلي راني هنا قارع، عيا تقعد تقارع عليه تليبيرا اللي تعرف الاسم تاع الميكانيسيان اللي البارح ولا يعطوك اسمه وغدوه تروح عنده باش كي تدخلك شغل تعرف هذا شحال. هذه النصيحه اللي كنت عند الميكانيسيان لعبها كشغل تعرفها. قال سمو عبد الله ولا السلام عليكم عبد الله كيف داير لاباس هاك انا الصغار لاباس ها انا جبت لك لوطو بس كل دخلت هاك تاع جديد ولا ماشي عاملك غايه تدخل كشغل لا فامي من بعيد ولا نسوبيه ولا مام هو يحس بلي يعرفك ايا تقول له المشكل تاعك ولا هاك ايا يقول لك صاي داك نكمل الوضع اللي عندي ونضربو طلا ايا راه يخدم راه يخدم انت تروح تريح شكون هو الميكانيسيان جا عنده واحد الصلداطون هاكا فيها جوج كراسي ولا ثلاثه ما يجوش بزاف باش ما يحولهاش بزاف ايا الكراسي اللي عنده هو خادمهم شلو تاع بلاستيك ونقرد ايا تقاد له سلك هاكا رقعه ولا اي صنعه هكا وتريح فيه جاي شوف ما يطيحك ما يوسخك ما انت الجريس تشوف فيه هكا بعينك وكا شو لك تريح وتنوض ما توسخ ما ولا توشي هكا ما يطيرش تقول هذيك لا كولر تاعها سبحان الله اي تريح تما وتبدا هكا تهضر مع الناس تما دير كونيسونس ناخذ خطره واحد هكا زعما دخل لوطو هكا راه يخدم لها فيها وراه مريح انا قلت له بلي زعما هذا الوطن ما يشكو منهم بزاف قال لي لا مهنيتني انا جاتني بيزار كيف السيد مهنياته قلت له كيف مهنياتك وراك هنا قال لي عندي في 5 سنين قال لي بريميما علامه ما جبت فيها حتى مشكل مهنيتني تاع الصح قلت له بصح علاش جبتها من قال لي انا راه عندي غير شويه قطره تاع زيت ايا وراه يدخل هذه هي اللوطو بشي مهنياتك لا ما على بالكش ساك حاسب لوطو بشي بهنياتك شاد تقولك دلي داري وحدي ولا تقولك ما نسكنش مع امك هذه اللوطو بشي بهنياتك الدخان والزيت وهذو هما مشاكل كاين اللي حاجه غير صغيره ديرونجيه كاين اللي يشوف لوطو غير تصفر هكا شويه ولا ديرونجيه كاين اللي قام على بالك كاين اللي حتى الموتير يكولي كيما واحد كان حتى انا تاني جايب لوطو موتير محروق قلت له بصح زعما كانت حمالك قبل ولا زعما كانت تعلمك ولا حاجه قال لي واه قال لي بصح انا مشي هكا اللوطو من عملهاش هاي قلت له كيف قال لي نعطيك نصيحه قلت له واه قال لي اللوطو ما تقلشهاش قال لي اللوطو كيما البنادم قال لي اللي تعلمها تبطاي قال لي مشي غير تشوفها تصفر لك شويه ولا تحمى شويه ولا تروح تجيبها للميكانيسيان قال لي باش تكتسب مناعه قلت له واصاي ودك ندير لها فاكسان ثاني تاع كورونا دائما تلقى واحد يجي غير يسقسيه من الباب ويروح هذا جامي جاب له اللوطو يخدمها له جاي غير يسقسيه جينا مو جي طاكسيير جاي هاكا صرات له مشكل ولا في الطريق ولا يجي هاكا يسقسيه عبد الله راه يتقطر الزيت وقيله نورمال نفد لك اليوم هو باغي يرفد لك اليوم اي صاي كاش نهار نجيبها لك صح هاي ويروح هذا جامي جي خدمه اما شعر يجي هكا يدي معلومه ويروح دائما هذا بكاع لي ميكانيسيان تلقاه هيا كيجي يجي في لوطوتك هكا يقول لك واه خاصك البياسه روح شريها لي اي انت ما فاهم والو في هذه البياسه تاع ميكانيك ولا اي تروح عند اللي يبيعوا اللي يبيعوا عالم اخر اللي يبيعوا لي بياس نورمالمون فيديو كاع داخل اي تروح كيما هكا تقعد تحوش شكون يبيع الصوالح تاع لوطوتك اي تروح انت ماشي فاهم اي تفوتها له انا ديك اللقطه اللي نفوتها له نحس كي شغل عقول بلاش نهضر اي نقول لها هكا هضر معاه عمي نحسو يسخير بزاف هيا تروح هكا تفوت حتى تسمعهم يضحكوا بيناتهم وا ساي ساي هيا ساعه تهلا ساعه عبد الله ساعه هيا ساعه شنعطيك ايه ساي حقه اوكي هيا بلاصي هالك هكا وتجي رايح ساي خدمت لوطوتك ورايح هيا تلقى بلي بروبليم مازال عباكم بلي اقبح حاجه في هاد الدنيا كاع ترد لوطو الميكانيسيان تقول له بلي مازال فيها داك بروبليم سورتو لك بروبليم غير هو شغل هو ماشي باغي تردها له وانت ماشي باغي تديها له دي فوا قاعد تضرب النح تقول هيا خليها ايوا كي تردها له حرس ترد لافوت فيه تقول له وقيله ما زريتهاش ملي عبد الله وانا مبلاصيتهاش نيشان حرز شوف رد الغلطه في اي حاجه ردها فيه قول له سوقتي قول له انا ما راحش نسوق خسرت بياسه قول له البياسه ماشي مخدومه نيشان عوجه المهم حرز ترد الغلطه فيه باسكو تكره حياتك تحية لكاع لي ميكانيسيان وكاع أصحاب الحرف كيما داروا الله يعاونكم يعطيكم الصحة.